محترم على هذا السؤال. نذكر بأن بلادنا اعتمدت فتح الأجواء لأكثر من 20 سنة الآن باش نقدروا نجذبوا الشركات ديال النقل الجوي الدولية علاوة على الشركات الوطنية، وباش نواكبوا حركة النقل الجوي الدولي والداخلي تتعمل الوزارة من جهة على تحسين البنية التحتية المطارية مثل مطار زابورة مع المحطة الجوية الجديدة اللي تفتحت في 2019، ومن جهة أخرى تنشجعوا الشركات ديال النقل الجوي باش تفتح أو تكتف الرحلات الجوية إلى مختلف مطارات المملكة. تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الشراكة الموجودة اليوم مع جهة درعا التافيلال مكنات من توفير 4 رحلات أسبوعية بين زاكورا ومطار الدار البيضاء، وسمحت لهذا المطار من استقبال 11,000 مسافر تقريبا سنة 2022 بمعدل استرجاع 65% مقارنة مع كورونا قبل كورونا، وعرفت 9 الأشهر الأولى من 23 نقل ما يزيد عن 3,000 مسافر، أي بزيادة قدرها 29% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، الشيء اللي جعل هذا المطار يسترجع النشاط ديالو قبل الجائحة. شكرا.